السلام عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للحصة الثالثة من الوحدة الأولى صحة الإنسان، المرجع المختار في النشاط العلمي للسنة الثانية أو المستوى الثاني. نبدأ على بركة الله. عنوان درسنا لهذا اليوم: بالسمع أميز الأصوات. بالسمع أميز الأصوات، معنى بحاسة السمع أميز الأصوات. الهدف أن أتعرف وظيفة حاسة السمع. من خلال درسنا لهذا اليوم سنتعرف وظيفة حاسة السمع. وضعية الانطلاق: أكتشف كيف تعرف مصطفى صوت أمه رغم اختلاطه بأصوات أخرى. إذا لاحظوا معي، مصطفى في الشارع، هناك منبهات السيارات، الدراجة النارية، سيارة الإسعاف، منبه سيارة الإسعاف، وأمه تناديه من النافذة. إذن كيف تعرف مصطفى على صوت أمه رغم اختلاطه بأصوات أخرى؟ إذن ألاحظ وأتساءل، إذن كيف أستطيع تمييز بين الأصوات؟ كيف أستطيع التمييز بين الأصوات؟ أفترض إذن ربما، لاحظوا معي في الصورة، ربما مصطفى استطاع تمييز صوت أمه رغم اختلاطه بأصوات أخرى من خلال نبرة الصوت لأنه متعود عليها. إذن ربما بواسطة نبرة الصوت. أتحقق، ألاحظ الأطفال ثم أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. إذن لاحظوا معي في الصورة، الطفلة الأولى تصفق، الطفل الثاني يصفر بالصفارة، الطفل الثالث يبكي. إذن أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة، حاسة السمع، حاسة البصر. إذن مثلا هنا كيف أتعرف صوت الصفارة؟ بواسطة حاسة السمع أو حاسة البصر؟ بواسطة حاسة السمع. بما أتعرف التصفيق؟ بواسطة حاسة السمع. بكاء؟ بواسطة أيضا حاسة السمع. إذا أتعرف صوت الصفارة بواسطة حاسة السمع. أستخلص. إذن ماذا نستخلص من كل ما تعلمناه؟ أنه بواسطة حاسة السمع أميز الأصوات. إذن بواسطة حاسة السمع أميز الأصوات. أصوات. استثمر، اكتب تحت كل رسم صوت مزعج او صوت غير مزعج.
إذا تغريد العصفور كيف هو، صوت مزعج أو صوت غير مزعج؟ نباح الكلب صوت مزعج أو غير مزعج؟ فكروا معي جيدا. صوت آلة الحفر، لاحظوا معي العامل يضع سماعة على أذنه، إذا صوت آلة الحفر مزعج أو غير مزعج؟ إذا أوقفوا الفيديو قليلا، أجيبوا ثم عودوا للتصحيح. إذا صوت العصفور صوت غير مزعج، إنه صوت مريح، صوت غير مزعج. نباح الكلب، نباح الكلب صوت مزعج. وصوت آلة الحفر صوت مزعج. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.